بالكينة واش حنا قاعدين هنا تنديروا في الكينة؟ الا نديروا الكينة نمشيو حنا نبيعوا شي حاجة اللي فيها الفلوس، ما نبيعوش حنا الزيت كاع. شكون تيدير هذيك الخدمة ديال الكينة؟ الشمكارة، شي واحد شمكار ما مربيش النعمة ديال الله ديري فيها الكينة. بعنا تبارك الله، راه الاطنان بعنا منها وما عمرش يبيدو رجع، وانا تنهضر بوجه احمر. راه يلاه طحنا غدا دابا والحمد لله، راه بغينا نقولوا للمغاربة بان الزيت راه نقصنا فيها ثاني 100. دوخ وقول لهم اخوك ما تنعرفوك ما تتعرفنا. الحمد لله الناس المغاربه راه تيتبعوا هذا الشيء بزاف، راه ماشي الناس ساهلين عندنا باش نحكوا عليهم. كي داير اخويا هذا الزيت مليحه؟ ربي واش تعرفين ولا تنعرفك؟ ما كنعرفش. اول مره تتشوفيني ها باش نزيدو ناكدوا للناس ثاني ونحيدوا لهذوك اللي وهذا بنادم الله يهديه. باقى الزيت اخويا الحمد لله، الزيت موجوده ها هي، راك شتيها، راه يلاه طحنا غا دابا والحمد لله. راه بغينا نقولوا للمغاربه بان الزيت راه نقصنا فيها ثاني 100، يعني النهار الاول بدينا ب 2400 فاش يلاه بدا الزيتون، العصرات الاخرين 2300، هاد الاخرانيه 2200، دابا راني نقصت واحد 5 دراهم. اللي بغى الزيت راه 2100، واللي بغى الكونتيتي 100 درهم والمليح، ونصيفط ليه الزيت تال عنده ولا عادي يخلصها. يعني انا تنصيفط الناس تتوصل الزيت عاد تخلص ويقلبوا، الا ما عجبتوش يردها. والحمد لله ما عمر شي واحد رد لينا الزيت كاع بصفه نهائيه. الناس اللي تيقولوا كاين الزيت ب 14 و 1600، هذوك الناس غادي يخربقوا يديو هذيك الزيت ونصيفط لهم. كاين الزيت ب 1400 ديال الكرسيف ديال تاونات غا 1200، ماشي غا 14، 1200 ديال الكرسيف تاونات وزان. ولكن حنا هذيك السلعه ما تنخدموش بها، حنا عندنا الزيتون ديال بني ملال المعروف، عرفتي شحال داير دابا اليوم الزيتون عندنا 340 الكيلو. خص الناس يعرفوا بان راه الزيتون البلدي راه حاليا راه 340 الكيلو. وشحال تيعطي؟ تيعطي 17. الزيتون ديال المارين، ديال المارينيين ديال عندنا هنا بني ملال جامعه في مرعنصر، ماشي شي مدينه اخرى، بني ملال جامعه في مرعنصر. علاش تنهضر؟ وراه الزيت والله الا باقي الناس عندنا تيبيعوا ب 2300، وقالوا لي نقصتي منها. انا حيت عندي الجمهور ديالي وعندي الناس ديالي، قانع، عندي الزيت، عندي العسل، عندي تاكزار بكري غلمي كلشي الحمد لله. يعني انا غادي خصني نبقى في كلمتي. قلت لهم راه من بدا الزيتون واخا تكون تال 2600 غادي نبداو نطيحوها، تطيح ان شاء الله. ودابا راه 2100، واللي بغى شي كونتيتي 100 درهم. شو علينا قال لك الخضوريه ديال راه كاينه؟ الخضوره واش من كينه؟ واش حنا قاعدين هنا تنديروا في الكينه؟ الا نديروا الكينه نمشيو حنا نبيعوا شي حاجه اللي فيها الفلوس، ما نبيعوش حنا الزيت كاع. شكون تيدير هذيك الخدمه ديال الكينه؟ الشمكاره، شي واحد شمكار ما مربيش النعمه ديال الله ديري فيها الكينه؟ ها حشومه. وانا ما عمري شفت هذه الكينه، المهم انا راه ما عمري شفتها، تنسبع بها ما عمري شفتها والله اعلم. وما عندنا حنا ما كاينش هذاك التخربيق، ما تيدورش عندنا حنا في الشلوحه هنا في هذه المنطقه، شي مدينه اخرى الله اعلم. غا هي الزيت راه الثمن ديالها الحقيقي دابا 2200 2300. الا بغيتي الزيت بغيتي لوسيور ويبداو يضحكوا عليك الناس، راه كاينه ب 1600 14، ديها شحال واحد تيصون لي تيقول لك واخويا باعوها لينا ب 1800، قال لك والله الا بدت نتقرع شويه وما نموت. يا قلت له راه قلبو، واش كاين الزيت ب 18؟ كاين الزيت ب 16. قلت له الزيت راه 22 23 عندنا هنا بني ملال. الا بغيتي الزيت ماشي خلوضوها، شحال تقريبا؟ والله اخويا ما عمري شفت هذاك الشيء بعيني وما نشوفوش بعيني، وتيلا شفتو دار شي واحد اقسم بالله تنبلغ به. شدي النعمه ديال الله خلق الله وتخربقي فيها انت. كثر التخلويض. كثير التخلويض، ولكن الناس ما قارياش. عرفت اش قال الله في القران على بحال هذو اللي تيديروا؟ قال لك بسم الله الرحمن الرحيم، وضرب الله مثل قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من حيث تشاء فكفروا بانعم الله فاذاقهم الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون. والتشتي دابا كل شيء غلا، يعني هذوك المخلويضين ها هما خرجوا على كل شيء. واش فهمتيني؟ وما حنا الحمد لله معروفين على الصعيد العالمي، صيفط الزيت للسبليون، طاليان، هولندا، بلجيكا، المانيا، حتى لسويسرا. ومن هذا المنبر تنبلغ للجاليه كامله الشكر وتنبلغ لهم السلام في هذا النهار. وراهم كيشاهدوني ويديروا لي كومونتير ويقولوا على الزيت ديالك كي دايره، زوينه ولا خايبه؟ وراه شحال بعنا تبارك الله، راه الاطنان بعنا منها وما عمرش يبيدو رجع، وانا تنهضر بوجه احمر والحمد لله في المحل وتنبيعو حتى للسلطه. شتي مخزن الناس واصلين اطر في الدوله، تيديو من عندي الزيت، كاين اللي تيدي 200، كاين اللي تيدي 400، مال هذوك؟
ما يقولوا هذاك الزيت ديالو خايبه ولا ممنوع. يعني انا مربي راسي ما نحتاجش لشي واحد يربيني شي هو اللي كاين. وهذه راه غسله ديال الله ونعمه ديال الله، خصنا نحافظوا عليها ونتهلاو فيها باش نبقاو ديما خدامين. وما الا غشيتي هذا اليوم وغشيتي هذا غدا وبغد غدا بحال تتحربي مع راسك. هذا الشيء اللي بغيت نبلغ لهاد الناس اللي عندهم الزيتون وعندهم المعصرات. انسان خصو يخدم ويصفي. راه قال لك الله سبحانه وتعالى رحم الله من عمل عملا فاتقنه وقل اعملوا فسيرى الله ورسوله عملكم المؤمنون ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. زويتها في الصباح والخبز مقرمل غيزاك احسن حاجه، احسن من ذاك الفرماج، احسن من ذاك الكاشر، احسن من اي حاجه. هذا الزيت وراه الناس الحمد لله راه داو من عندنا وداو داو 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 بزاف كاع الحمد لله. وكل ما كانش الثقه وانا الناس اش نقول للناس، راه تنصيفط السلعه لجميع المدن من طنجه حتى للقويره وتتوصل السلعه عاده تخلص. يعني كاين واحد الثقه متبادله بيني وبين الناس. مثلا كنت انا غشاش غادي نقول لك تتوصلك السلعه عاده خلص، وتنقول لهم توصل السلعه وقلبوها ذوقوها وقلبوها، الا ما عجبتكمش ما تخلصوهاش. كاين شي واحد يدير هكا؟ ما كاينش. يعني الشفافيه والديمقراطيه، الا دينا واحد الريال نديو حلال، والا دزنا تندوزو بوجهنا احمر. والحمد لله تندوز اي منطقه انا عندنا بني ملا القصيبه الزاويه اي بلاصه كاع الناس يشكروني وكاع الناس يقولوا لي راه تنديروا لك جيم وراه تتعجبينا بزاف. وكون كنت خايب حتى واحد ما يقول لك حتى السلام. والحمد لله الناس راه تعرفوا المحل ديالي فين كاين، عارفين السكنه ديالي فين كاينه. احنا راه معروفين ما غاديش نديروا شي حاجه اللي نخليوها تجيب لينا شي صداع ولا شي حاجه، ممنوع اطلاقا وبتاتا. الزيتون ثاني هاك قلت لكم الزيتون غادي نعاودوا لكم. ها الزيتون ها هو درنا حتى البواد الصغار. هذا البيدو راه 600 درهم ها هو مستي حبه حبه وطايبه. ها هو ديال هذا العام اصحابي ديال العام الاول ديال هذا العام. ها شوف تبارك الله ندور البيدو باش يشوفوا المشاهدين. ها تعرفي واش كاين الشفافيه ولا الصودا ولا شي حاجه؟ ما كاين الصودا ممنوع. ها هو الا تصابت فيه شي صودا ولا شي حاجه انا ما نباتش في هذه البلاد. ها هو داك وعدنا الناس على الزيتون ديالنا ثاني. ها هو قول مليح. ها